السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نقوم بشرح اختبار لمادة العلوم للصف الخامس الفصل الدراسي الأول. طبعا في البداية يعطوهم اختياري، يعطوهم صور يختاروا منها، يعطوهم جدول، أيضا بعض الأحيان يعطوهم جداول يختاروا الإجابة الصحيحة. عندنا هنا في السؤال الأول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مفرد من المفردات الآتية. العضو في الشكل المقابل هو أحد مكونات الجهاز ماذا؟ طبعا احنا عندنا في الشكل المقابل عندنا ماذا؟ عندنا القلب، فهو يمثل ماذا؟ أي جهاز؟ يمثل، نعم يمثل الجهاز الدوري، فهنا نختار الدوري. بعد ذلك شخص يشتكي من ضعف هشاشة في عظامه، ما نوع الغذاء الذي ينصح بالإكثار منه؟ طبعا هناك أغذية مفيدة مثل ماذا؟ مثل الحليب والبيض. عندنا في السؤال الثالث: قام محمد بإجراء عملية شهيق في الدورق 1 وعملية زفير في الدورق 2. هنا في الدورق الأول شهيق، أما في الدورق الثاني زفير، فعندنا النتائج المتوقعة من هذه العملية. ما هي النتائج المتوقعة من هذه العملية؟ طبعا هي الإجابة ب. ماذا يحدث؟ يتعكر نوع الغاز ثاني أكسيد الكربون. بعد ذلك ننتقل للصفحة التي تليها وهي الصفحة الثانية. عندنا هنا في السؤال الثاني وهو تابع للسؤال الأول، عندنا في رقم 4: قامت مريم بوضع عظمة سمك كتلتها 5 جرام في كأس به حمض. أثناء ملاحظتها للتجربة حصلت على النتائج التالية: تنبأ بكتلة العظم في اليوم العاشر. عندنا طبعا في اليوم الثاني 4.8، وفي اليوم الرابع 4.6، وفي اليوم السادس 4.4، وفي اليوم الثامن كذلك 4.4. فماذا يحدث في اليوم العاشر؟ نفس النظام 4.4، لأن في اليوم السادس والثامن ثبت، ففي اليوم الرابع طبيعي أن يكون ثابت 4.4. عندنا أيضا في السؤال الخامس: الأداء المناسبة لقياس 500 ملي من الحليب. ما هي الأداء المناسبة للقياس؟ عندنا اللي هو المخبار المدرج، بعد ذلك في السؤال السادس: الوصف الصحيح في حالة نقل السائل من الدورق 1 إلى الدورق 2، ماذا نستخدم؟ شكل ثابت وحجمه متغير، أم شكل متغير وحجمه ثابت، أم شكل متغير وحجمه متغير، أم شكله ثابت وحجمه ثابت؟ فالإجابة هنا شكله ثابت وحجمه أيضا ثابت، فالإجابة هي دال. بعد ذلك تابع أيضا للسؤال الأول. طبعا عندنا في السؤال رقم 7: اشترى عادل 500 جرام من الحلوى العمانية فقاسمها على 10 من أصدقائه بالتساوي، يكون نصيب للشخص الواحد. طبعا عندنا 10 أشخاص فكل واحد يأخذ منهن، فطبعا يقوم الطالب بعملية القسمة 500 تقسيم 10، الصفر يذهب مع الصفر وننزل 50، إن في القسمة الأصفار طيرا، فالإجابة هنا 50. لدينا كذلك في السؤال رقم 8: وضعت أسماء قطعة شمعة في إناء على نار هادئ، رصدت حدوث التغيرات التي تمر بها قطعة الشمع ودونت ملاحظاتها في الجدول الآتي. عندنا في الزمن، طبعا زمن الدقيقة الأولى والدقيقة الثانية والثالثة والرابعة. طبعا في الدقيقة الأولى لم يحدث شيء، في الدقيقة الثانية بدأ تحول الشمع إلى سائل، في الدقيقة الثالثة تحول القطعة إلى سائل،
أما في الدقيقة الرابعة بدأ تصاعد دخان أسود، فما هي الإجابة؟ وهو في الدقيقة الرابعة تصاعد دخان أسود. الآن ننتقل إلى الوقت الذي بدأ في التغير الكيميائي، طبعا هي في الدقيقة الرابعة، هنا الإجابة في الدقيقة الرابعة. السؤال الثاني، التمثيل البياني المقابل يمثل دقات القلب كل طالب ونوع الرياضة التي يمارسها. عندنا أكمل الجدول الآتي: نوع الرياضة كرة القدم، المشي، ركوب الخيل، أيضا لدينا المشي. اسم الطالب عندنا كرة القدم، كرة القدم وهي محمد، كرة القدم محمد. أما المشي السريع فهو أحمد. أما ركوب الخيل، ركوب الخيل وهو خلفان. عندنا ركوب الخيل هو خلفان، وكذلك هنا خالد المشي. طبعا نرتب الجدول أو نرتب الأسماء على حسب الرياضة التي يحتاج إليها جهد قوي. طبعا لدينا كرة القدم تحتاج إلى جهد كبير عند الحركة، وكذلك نبضات القلب تزيد. بعد ذلك لدينا المشي السريع وهو أحمد، بعد ذلك المشي السريع يحتاج إلى جهد. أما ركوب الخيل فهو أقل شيء، لأن خلفان يكون جالسا فقط لا يحتاج إلى جهد قوي. خالد المشي فهو أقل من أحمد، لأن أحمد مشي سريع. عندما قام محمد بحساب عدد نبضات قلبه قبل ممارسة النشاط فوجد 20 نبضة في كل 15 ثانية. أحسب عدد نبضات القلب محمد في الدقيقة الواحدة. طبعا احنا عندنا هنا نقوم بعملية الضرب 20 نبضة ضرب 4 يعطينا كم؟ يعطينا 80 نبضة. يعطينا كم؟ 80 نبضة. 20 ضرب 4 يساوي 80 نبضة. بعد ذلك لدينا ماذا؟ لدينا تابع للسؤال التالي: الشكل المقابل يوضح تكامل بين الجهاز ماذا؟ الجهاز الدوري والجهاز التنفسي. هنا الجهاز الدوري والجهاز الدوري والجهاز التنفسي. اكتب ما يشير إليه رقم 3، عفوا رقم 2. ماذا يشير رقم 2؟ طبعا اللون الأحمر اللي هي عندنا الأوعية الدموية، الشريان أو الوريد. هنا الأوعية الدموية. أما الرقم 3 فهو يشير إلى ماذا؟ يشير إلى القلب. بعد ذلك ننتقل للسؤال الثالث: ما سبب وصف الجزء المشار إليه 1 بالمملس الأسفنجي؟ لأن الحويصلات الهوائية. بسبب ماذا؟ الحويصلات الهوائية. بسبب الحويصلات الهوائية. عندنا في السؤال جيم: عرف المادة. تعريف المادة، طبعا الطالب يحفظ تعريف المادة: هي كل شيء يشغل حيزا من الفراغ وله كتلة. هو كل شيء يشغل حيز من الفراغ وله كتلة. عندنا في السؤال الثاني: قامت فاطمة بعرض صورتين لابنها سعيد.
الأولى في الابتدائي والثانية في الجامعة. ما التغيرات التي تلاحظ في سعيد؟ طبعا ظهور اللحية والشارب. ما سبب هذه التغيرات اللي هي الوصول إلى سن البلوغ أو النمو؟ الوصول إلى سن البلوغ أو النمو. بعد ذلك ننتقل للصفحة التي تليها وهي تابع للسؤال الثالث. الشكل المقابل يمثل تفاعل كيميائي. عندنا هنا أكمل الجدول التالي. لدينا رقم 1 العناصر الخارصين، الخارصين وغاز الهيدروجين. هنا عندنا غاز الهيدروجين. كذلك عندنا المركبات اللي هي الهيدروكلوريك وكذلك كلوريد الخارصين. عندنا المواد المتفاعلة هي خارصين وكذلك حمض الهيدروكلوريك. عندنا المواد الناتجة، ما هي المواد الناتجة؟ غاز الهيدروجين وكلوريد الخارصين. بعد ذلك ننتقل للسؤال جيم. ما اسم المحلول المستخدم في الكشف عن إنشاء الخبز؟ طبعا هو محلول اليود. بعد ذلك تحول المادة من حالة سائلة إلى حالة صلبة تسمى ماذا؟ صلبة، انتقلت إلى صلبة تسمى تجمد. فصل الماء عن الرمل يتم عن طريق عملية ماذا؟ الترشيح. بعد ذلك ننتقل لسؤال دال. الشكل البياني الآتي يمثل العلاقة بين حجم الماء ودرجة الحرارة، علما بأن الماء يتجمد عند درجات تحت الصفر ويغلي عند 100 درجة سيليزية. حدد رمز الماء في الحالة، طبعا في الحالة الصلبة هي تكون سين، أما عند درجة حرارة 121 درجة سيليزية تحدث عملية ماذا؟ تحدث عملية التبخر. عندنا كذلك هنا تابع للسؤال الأول، عفوا للسؤال الثاني. عندنا هنا شعر أحمد بجوع شديد فقام بتناول وجبة غذائية متكاملة. رتب العمليات التالية حدثت في جسم أحمد في ضوء دراستك للتكامل أجهزة جسم الإنسان بوضع أرقام من 1 إلى 4. طبعا عندنا رقم واحد اللي هي إرسال رسالة إلى المعدة والشعور بالجوع، بعد ذلك هضم الطعام وتحويله إلى سائل يسهل امتصاصه، بعد ذلك نقل الغذاء الممتص إلى جميع أجزاء الجسم، رقم 4 إخراج الماء والفضلات الزائدة من الجسم. أما في السؤال الثالث فعندنا هنا
الشكل المقابل يمثل وعاءين متصلين ببعضهما فيما فيما ما. عندنا كم تحتاج من الكرات المعدنية ذات حجم 10 سنتيمتر في الوعاء لكي يتساوى مستوى الماء في الوعاءين؟ طبعا عندنا هنا كرتين أو اثنين، كرتين أو اثنان. عندنا أحسب حجم مجموعة طول 5 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمتر وارتفاعه 2 سنتيمتر، فنكتب 5 ضرب 3 ضرب 2 يعطينا كم؟ 30 سنتيمتر مربع. 30 سنتيمتر مربع. في السؤال الثالث، قام أحمد بتقشير موز وتركه فترة من الزمن فلاحظ تغير لون الأسود، ما نوع التغير الذي حدث للموز؟ طبعا هنا يسمى تغير فيزيائي، يسمى تغير فيزيائي أو طبعا تقشر الموز تغير فيزيائي، أما تغير لونه فهو يسمى تغير ماذا؟ كيميائي، تغير كيميائي. وهنا نقول لكم شكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى نشر هذا الفيديو